دكتور إيهاب، يعني سريعا جدا بعد إذن حضرتك، خلينا نستغل وجود حضرتك معنا. لو هنتكلم على العدسات اللاصقة، ده على جانب، وعلى جانب آخر بقينا بنشوف إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطرات المفروض إنها بتغير من لون العين. فأنا عايزة أعرف من حضرتك أثر إن كان العدسات اللاصقة أو القطرات اللي زي اللي بقول لحضرتك عليها اللي موجودة بالفعل إعلاناتها. أشكرك على سؤالك. من السبعينات القوانين الصحية المصرية تجرم استخدام العدسات اللاصقة من غير الطبيب المتخصص، هو طبيب العيون الاخصائي في العيون، لان هي مواد، ودي احنا من اوائل الدول في العالم اللي اسنت هذه القانون، ولكن للاسف تطبيقه يعني ما بيتمش، ولغايه دلوقتي بنشوف بنات في سن الظهور 16 سنه و18 سنه راحت للكوافير، فتحت درج، ادها العدسه عشان عندها مناسبه، انتهت بقرحه ادت الى العمى، عتمات القرنيه ادت الى العمى. يعني برضو يعني من هذا المنبر يا جماعه، الموضوع لا بيتباع في صيدليه ولا بيتباع عند كوافير، طبيب العيون متخصص، ان مفيش عدسه تسقول، محدش عنده جاكيت يلبس كل المصريين، ما ينفعش هذا الكلام، ودي مواد قد تؤدي لعمى، وشفنا وبنشوف للاسف باستمرار هذه الحكايه. فكل الاعلانات والكلام ده كلام مخالف للقانون المصري الصحي اللي هو معمول عشان يهتم بصحه المصريين. ده كان سؤال حضرتك الاولاني. سؤال ثاني كان القطره يا فندم اللي بقول حضرتك عليها. الحقيقه السوشيال ميديا كلها بقت منبر لاي حد عايز يقول اي حاجه في اي وقت كده بيقابلها، وتلاقي الناس اللي عندها امراض لم يجد العلم لها حل حتى الان تنجرف وتنقاد، لان احنا مش قادرين نساعد في بعض الامراض مثلا الوراثيه زي العشاء الليلي مثلا، رغم ان ابتدى يبقى له العلاج الجيني. فالأبارات، وكمان عايز انبه لحاجه في منتهى الاهميه في الدنيا او منتهى الخطوره، موضوع الخلايا الجذعيه اللي هو برضه منتشر بعنف على السوشيال ميديا. ده الحقيقه انا ما انزل الله به من سلطان، والخلايا الجذعيه دي خطورتها ان احنا نجربها في امراض معروفه او غير معروفه، ان دي خلايا المنشا. فمن السهل جدا في الوسط اللي بنزرعها فيه تتحول لاورام سرطانيه، هي مش عارفه بتكبر ازاي وفي اي اتجاه، وهتعوض لي النقص في هذه الخلايا ولا لا. فبالتالي احنا لسه بعيد جدا جدا عن استخدام الخلايا الجذعيه غير في حاجات محدده جدا جدا في العيون. فيا جماعه لا ننجرف، احنا الحقيقه برضو من يعني نعمه ربنا ان وسائل السوشيال ميديا دي تسمح لنا ان احنا ممكن ندور على العلم اللي بيثبت الحقيقه دي او ينفي هذه الحقيقه.